في لحظه بصح مشاني ما حضرتش على خاطر ذاك يتعامل مع طبقه شريحه فلاحيه وهما محفيين وبالتالي ما غاديش تنجم تفكر في التبيع خاطر هو عندك احفاء انت راك تشري لك تقول لي نشري بالتبيع راك دير لامبورطاسيون وتجيب لنا الاولي تاعك بالتبيع سيرت وما تنجمش تفكر في التبيع غادي تطيح فيما يسمى بحاله القرض الضريبي غادي تطيح فيها بريكونت البريكونت تاعك هذا تنجم دير به من بعد دير لي طلب باش تعاود دير الاستبداد تاعك عن طريق دراسه اللي غادي تبدا صدي حقك ما يمكنش غادي كان المشتري اهملك انت غادي يضر الفلاح صافي بويسك هو عطى ليكزوماسيون الفلاح انه يشري بدون تي في انت رقم الاعمال تاعك على المبيعات غادي يكون بدون تي في شريت بالتي في دير لا دوكو تاع المبيعات تاعك